صباح الخير عليك يا منى، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. مفيش شك ان الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار هو اساس التنميه في اي مجتمع وفي اي دوله، وخصوصا مع ربط ناتج هذه الابحاث والابتكارات بالصناعه والمشروعات الصناعيه والتكنولوجيه. علشان كده الدوله المصريه اهتمت بشكل كبير جدا بمراكز البحث ودعمتها ماديا وفنيا على مدار السنوات اللي فاتت، علشان يكون عندنا باحثين على مستوى عالي وعالمي في كل المجالات. الباحثين دول يقدروا ان هم يتوصلوا لابتكارات وحلول من اجل تطوير المنتج المصري والصناعات المصريه. اعتقد ان احنا عندنا مراكز بحثيه في كل الجامعات، بجانب طبعا المركز القومي للبحوث اللي بيعتبر هو بيت الخبره المصري في مجال البحث العلمي والابتكار والاختراع. كمان في مدينة الأبحاث العلمية اللي موجودة في مدينة برج العرب، المراكز دي كلها قامت بجهود فعالة خلال السنوات اللي فاتت في الدعم الصناعة الوطنية والمنتجات المختلفة، ده غير أنه تم إنشاء 32 مركز لرعاية الموهوبين والنوابغ في الجامعات. وأعتقد أن في كمان خطة السنة دي علشان نزود عدد المراكز دي ويوصلوا ل 50 مركز. وزي ما قلت كده يا منى بالظبط، كمان عندنا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اللي بتعتبر الهب أو المظلة اللي بتتكون تحتها 20 اتحاد علمي و15 مجلس متخصص في مختلف الفروع المختلفة. مصر مهتمة جدا بالمجال ده، علشان كده صنفت الأولى إفريقيا في الإنفاق على البحث العلمي وال35 عالميا. كلنا عارفين وكلنا يعني فاهمين كويس جدا ان يمكن ما كانش فيه اهتمام بملف البحث العلمي زمان، لكن النهاردة لما بقى عندنا صناعة، الدولة المصرية من بعد 2014 اهتمت بهذا الأمر جيدا علشان تدعم هذه الصناعة. المراكز دي أهميتها إيه؟ أهميتها أنها بتخلق بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، عشان يكون عندنا قاعدة علمية وتكنولوجية تقدر أن هي تساعد الاقتصاد الوطني، وتقدر أيضا زي ما قلنا تساعد الصناعة الوطنية. طبعا عندنا كمان صندوق رعاية المبتكرين والباحثين وتمويلهم، عشان يقدروا يحولوا أفكارهم دي لمنتجات أو لأفكار قابلة للتسويق بشكل تنافسي. النهاردة في حلقتنا هيكون معانا موضوعات كتير عن الهيئات والمؤسسات البحثية وإيه الابتكارات اللي بتشتغل عليها في 2024. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.